شكرا لزميل العزيز الكابتن خالد العوضي وضيفته محللاتنا الكريمات. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا عبر شاشة الأهلي في كل مكان، عشاق ومحبي الكرة الطائرة الإفريقية، نجدد التحية. لقاء يتجدد معكم في إطار آخر مباريات دور المجموعات في البطولة الإفريقية للأندية البطلة للكرة الطائرة سيدات نسخة هذا العام عام 2019، النسخة رقم 30 من هذه البطولة، الأكبر الأقوى الأكثر إثارة ومتعة والأغلى والأغنى والأهم في تاريخ الكرة الطائرة النسوية على مستوى الأندية بالتأكيد. لقاء مهم بظهور لأحد كبراء أو كبير الكرة الطائرة المصرية وكبير الكرة الطائرة الإفريقية والعربية وأحد كبراء الكرة الطائرة العالمية بالأرقام والإنجازات والجماهيرية. بالتأكيد نتحدث عن النادي الأهلي، كبير القوم في القارة الإفريقية، أكثر من توج بهذه البطولة وحامل اللقب، واللي عنده رقم قياسي بالمشاركة ب 22 مرة طبعا في النسخة رقم 30 هنا في قاهرة المعز. ودايما لما تكون البطولة في حضرة النادي الأهلي بيكون لها النجاح بالتأكيد. ابتدى اللقاء، لقاء النادي الأهلي وكاستمز أو الجمارك النيجيري، الممثل النيجيري الوحيد لكرة طائرة النسوية على مستوى الأندية في نسخة هذا العام من البطولة الإفريقية. ويعني هنشوف أمامنا حتى الآن النتيجة في أرض الملعب بأول ظهور بأول نقطة أعتقد للجمارك في هذه اللقطة، ضرب من مركز 4 وحق صد لكن إلى خارج حدود الملعب. إرسال بهدية، وهدية مقبولة بالتأكيد، خطأ موجود مع الإرسال، نقطة جديدة في جعبة لاعبات النادي الأهلي. طبعا هنا أمامنا سيلتشينكوفا اللاعبة الأوكرانية، تاني محترفة تأتي بعد طبعا يعني البرازيلية تينارا اللي كانت موجودة ومنذ موسمين عادت إلى بلادها، ثم أتت بقى اللاعبة اللي أمامنا هنا سيلتشينكوفا، وبتنجح كمان مع إرسال موجه بشكل متقن وعدم استقبال فعال، استغلال مثالي للدفاع من على الشبكة كان في هذه اللقطة من مركز 3. ونقطة جديدة 3-1 الأفضلية أهلوية على أرض الملعب في هذه المباراة. ما زال الإرسال في حوزة اللاعبة الأوكرانية، أدي إعداد ومحاولة الضرب ولكن حق صد مثالي. هنا مفيش حاجة هتعدي النهاردة، شعار الثنائي كان موجود في اللقطة الماضية، فريد العسقلاني وكابتن وقائد النادي الأهلي على أرض الملعب. طبعا هنا أمامنا شروق أو نهلة، نهلة سامح عبد القادر طبعا كابتن النادي الأهلي صاحبة ال 29 عام اللي مع السبايك بتصل ل 3.60 متر في الهواء أو 2.70 متر في الهواء و 2.60 متر مع البلوك كان في اللقطة الماضية. كمان مرة إرسال فعال موجه واستقبال الكرة الأولى ضعيف، يستغل أجمل استغلال من فريدة العسقلاني موجودة هنا ترتقي وتخلص بكرة مباشرة بضرب ساحق، ونقطة جديدة في جعبة لعبات النادي الأهلي. مازال حتى الآن الأفضلية مصرية أهلوية في لقاء الحسم لصدارة المجموعة الأولى، كلا الفريقين تمكن من الفوز في مباراتي الجولة الأولى والثانية، ومن ثم النهاردة الفائز يتصدر هذه المجموعة ويواجه صاحب المركز الثاني وصيف المجموعة الرابعة في الكوارتر فاينل الدور ربع نهائي بقى والمواجهات التقيلة. النهاردة يعتبر الاختبار الحقيقي الأول الفني للكابتن حمدي الصافي طبعا المدير الفني الرجل الأول في تشكيلة الجهاز الفني للنادي الأهلي ولعبات النادي الأهلي فيما بعد أول جولتين في هذه البطولة. أدي الضرب أمامنا لكن مريم ولا أجمل، وأدي الضرب من مركز 3 وكالعادة المتألقة وبزيادة، بسم الله ما شاء الله مش عايزين نحسدها، فريدة العسقلاني والصياد للكرة هنا الإعداد القصير والضرب السريع بمثالية من المايسترو كان أمامنا الإعداد مشروق محمد فؤاد صاحبة ال 27 عام متر 74 سنتي طول هذه البطلة الأهلوية. مازال الإرسال في حوزة كاترينا سيلتشينكوفا لاعبة الأوكرانية، إرسال موجه على ليبرو، أدي الإعداد والضرب هنا في محاولة ولكن كالعادة قلنا مفيش حاجة هتعدي النهاردة، شعار دفاع النادي الأهلي في حائط الصد المقروء بشكل جيد، فوت ورك عالي، قراءة مبكرة ووصول بمثالية وتقفيل عالي الجودة كانت اللقطة الماضية والكرة الأخيرة. إذن أفضلية أهلوية ما زالت حتى الآن 7-1. إرسال سيلتشينكوفا، إعداد أمامنا، أدي الضرب حائط صد هنا ولكن الإنقاذ بارع، تعدي سهلة من مريم مصطفى ليبرو النادي الأهلي وأحد أفضل اللاعبات في مركز الليبرو اللي موجودة في القارة الإفريقية في أكثر من مرة سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات. ولا أجمل الضرب هنا ولكن الكرة كانت بقوة زيادة عن الحد، مش درس قوي أبعاد ملعب الفريق النيجيري كان في اللقطة الماضية. كاترينا سيلتشينكوفا تضرب بقوة زيادة عن الحد تطلع كرة خارج حدود الملعب. 7-2 الأفضلية أهلوية. أيسيتا يومار تلعب إرسال لكن خارج حدود الملعب، إذن النقطة رقم 8 والوصول للفيرست تكنيكال تايم أوت الوقت المستقطع الفني الأول في أحداث الشوط الأول يذهب لنادي الأهلي متفوق بفارق 6 نقاط. النادي الأهلي طبعا زي ما قلنا حامل لقب هذه البطولة في النسخة الماضية على حساب النساء الرياضي كارتاج التونسي والممثل التونسي الوحيد أيضا في نسخة هذا العام، وكان حامل لقب نسخة عام 2000
و17 النادي الاهلي عام 2016 هو اللي كان حامل اللقب على حساب النساء رياضي قرطاج. ايضا منافسه مصريه تونسيه بالعقليه العربيه المتفوقه على الافارقه، وان كان الافارقه لديهم يعني مستوى بدني عالي جدا، لكن العقليه الاحترافيه والفكر العالي والمستوى الفني الاستثنائي والخيالي في بعض المباريات والبطولات بيؤدي الى الافضليه بالتاكيد في المباريات الهامه والبطولات الكبيره. شوف امامنا الفكر والشغل التكتيكي ايضا من جانب أكاني فامي المدير الفني الرجل الاول في تشكيله الجهاز الفني للجمارك النيجيري، يعني معدل او من اكثر الفرق اللي موجوده في البطوله معدل اعمار سن كبير في البطوله، بينما الصيد المصري الممثل المصري الرابع الى جوار سبورتنج والشمس والنادي الاهلي بالتاكيد المنظم والكبير للانديه المصريه المشاركه في هذه البطوله، يعني الصيد هو الاقل في معدل الاعمار بالنسبه للاعبات المشاركات في هذه البطوله. اعداد امامنا، ادي ضرب من مركز 2 لكن دفاع ولا اجمل، هنا تعدي فرصه ايه والضرب في مركز 6 لكن دفاع كان عادي، ترجع تاني سكند شانس للجمارك تتلم فرصة جديدة، ادي الضرب من الاوبزيت ولكن سهلة هنا في مركز 6، الدفاع موجود والضرب من مركز 3 وكالعادة مريم متولي عملاق من عمالقة النادي الاهلي اللي موجودة، الضرب السريع موجود وحاضر من مريم متولي باعداد من المايسترو زي ما اتكلمنا عنها شروق محمد فؤاد احدى اهم اللاعبات في مركز المعد موزع النادي الاهلي المتألقة الحقيقة في السنوات الاخيرة. اعداد امام ضرب سريع هذه المره لكن دفاع رائع رائع من فريده العسقلاني، تاني تعدي سهله سكند شانس بالنسبه للجمارك النيجيري والضرب هنا ولكن كالعاده فريده العسقلاني متالقه، وهنا محاوله الانقاذ للكره لكن كانت عكس حركه قدمي ايه الشامي في هذه اللقطه ما تتحكمش فيها، والنقطه الثالثه في جعبه الجمارك النيجيري. الاهلي اللي كان تفوق على كانون بنتيجه 3 أشواط نظيفة 25-12 25-11 25-14 وطبعا التفوق أيضا على يو اس اف اي البوركيني بنفس النتيجة 3 أشواط نظيفة 25-12 25-14 25-12، وبالمناسبة أنه النادي الأهلي هو أقل الفرق ما بعد الجولة الأولى والثانية في دور المجموعات اللي لعب عدد دقائق في مباريات الجروب ستيج أو دور المجموعات. متابعة من على الشبكة مريم متولي ترجع تاني، ادي الاعداد لكن بسلبية، مفيش متابعة مفيش تفاهم ولا انسجام ولا ربط حاضر في اللقطة الماضية من ما بين لوبي اكلي وسيرا بيرسيلا اللاعبة اللي كانت يعني المفروض مكانها هنا في الاوبوزيت واللي كانت لازم تروح من بدري شوية علشان تقدر انها تتعامل، لكن الاعداد كان سلبي والتعامل كان مفقود بالمرة. 11-3 الافضلية اهلاوية، ادي اعداد ضرب هنا وحق صد فردي ما يتحكمش في الكورة من مريم متولي تنزل في ملعب النادي الاهلي. 11-4 زي ما بنتكلم وبنقول انه يمكن هو مباراة النهاردة هي الاختبار الحقيقي للنادي الاهلي والكابتن حمدي الصافي الفني ما بعد اول جولتين اللي كان فيهم يعني راحة نسبية لانه ما كانش فيه فرق تقيلة فنيا على النادي الاهلي وكان بيجرب، والنهاردة هيجرب برضو مش هيكشف كل اوراقه حمدي الصافي والجهاز المعاون ليه بالتأكيد مع اللعبات الموجودات، لأنه منتظر التقيل والكبير يشيل التقيل، والتقيل هو كاس البطولة بالتأكيد. نتمنى إن شاء الله نهلة سامح في نفس الملعب وفي نفس الشهر اللي حملت فيه العام الماضي كأس هذه البطولة، وسلموا ليها طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، يتسلم مرة تانية هذا الكأس وتحمل اللقب العاشر مسيرة الاحترافية مع القارة الإفريقية في البطولة الأكبر على مستوى الأندية للسيدات. بالتأكيد نادي الأهلي هو الأكثر من توج بهذه البطولة في 29 نسخة ماضية 9 ألقاب، وهو الأكثر زي ما قلنا من من شارك في هذه البطولة، النسخة رقم 30 بنسخة هذا العام يشارك للمرة رقم 22، رقم قياسي لم يحقق من أي فريق سواء كان عربي أو من أعماق القارة الإفريقية. شروق ضرب سريع لكن دفاع كان حاضر، أمامنا هنا الخطأ كان موجود أعتقد في لمس للشبكة من حق الصد كاستمز أو الجمارك النيجيري في هذه اللقطة، لمس الشبكة كان موجود مع الضرب من مريم متولي والنقطة أهلوية في الأخير. 12-4 الكابتن وقائد أمامنا هنا فنانة داخل الملعب وخارج الملعب، خريجة فنون جميلة بالمناسبة قسم جرافيكس يعني بترسم بره وجوه، نهلة سامح عبد القادر إحدى أهم نجمات النادي الأهلي في السنوات الأخيرة. ضرب هنا من مريم ولا أجمل ولا أجمل، تحرك عالي الإعداد الخلفي كان رائع واستثنائي وخيالي وكالعادة من شروق محمد فؤاد، تتابع الكرة وتخلص بضربة قاضية قاسية كانت في اللقطة الماضية والكرة الأخيرة. مريم متولي تخلص والإرسال في حوزة نهلة سامح عبد القادر، 29 عام أحد أكبر اللاعبات سنا اللي موجودات في تشكيلة النادي الأهلي.
متر 75 سنتي طول هذه البطلة. ضرب خارج حدود الملعب. نقطة هدية ومقبولة. نقطة رقم 14 في جعبة النادي الأهلي. أدي أمامنا الكرة في اللقطة الماضية والضرب كان خارج حدود الملعب. دوري وكاس. يمكن من ساعة ما أنشئ الدوري على مستوى السيدات الأهلي ما فرطش في لقب دوري وكاس. البطولات المحلية دايما احتقار للنادي الأهلي. أدي أمامنا عدد ضرب سلتشنكوفا تاخد حائط الصد وتروح الى خارج حدود الملعب. لا لم تلامس لم تلامس. نقطه في صالح فريق الجمارك الناجئ. 14-5 الافضليه ما زالت مصريه اهلاويه على ارض الملعب. الجمارك ايضا كان تفوق في المباراتين في الجوله الاولى والثانيه لكن كان خسر شوط في الجوله الثانيه امام كانون. كان خسر شوط وحيد كان 24-26 الشوط الثاني بعد تفوق في الشوط الاول 25-17 ثم الشوط الثالث كان 25-18 و25-18 الشوط الرابع. واحنا عارفين في عالم الكره الطائره باستثناء اللي حصل في بطوله العالم تحت 23 عام اللي استضافتها مصر 2017 اللي كان فيها نظام استثنائي شويه في الارسال وفي عدد النقاط وفي عدد الاشواط بيست اوف 7 او الافضل من 7 اشواط والشوط من 15 نقطه ده ما اتكررش وما نتمناش ان هو يتكرر من الاتحاد الدولي من اري جراسا البرازيلي او من اي اتحاد قاري لانه نظام اعتقد لا يصلح واثبت فشله. لكن اللي موجود الريجولر النظام الطبيعي بيست اوف 5 الافضل من 5 اشواط والشوط الاخير من 15 نقطه وتغيير الملعب مع نقطه رقم 8 يعني النظام الطبيعي الاشواط الاساسيه من 25 نقطه. ادي الاعداد والضرب السريع وكالعاده تكتيك معمول زي ما الكتاب بيقول باعداد رائع من شروق محمد فؤاد والتخليص هذه المره من اللاعبه امامنا هنا فريده العسقلاني. تاني موسم ليها مع النادي الاهلي قادمه كانت من هليوبلس احدى الصفقات الرابحه احدى الصفقات الرابحه للنادي الاهلي بعد طبعا ايا حمدي الشامي جددت عقدها في مطلع هذا الموسم بعد موسمين بنجاحات مع النادي الاهلي ومستمره الموسمين القادمين واعتقد انها تستمر في مسيرتها الاحترافيه داخل النادي الاهلي واروقه النادي الاهلي طبعا. 16-6 الوقت المستقطع الفني الثاني في افضليه اهلاويه على ارض الملعب بفارق العشر نقاط. مناسبة ان الوقت المستقطع الفني ده اصلا في بدايته كان وقت مستقطع للترويج للمنتجات للدعاية والاعلان ولكن اصبح بعد ذلك عادة موجودة ولذلك تلاقوه في الالعاب الاولمبية في ريو 2016 ما كانش موجود التكنيكال تايم اوت لا في اي شوط من الاشواط كان فقط كل فريق ليه اثنين تايم اوت كل مدير فني طبعا ليه الحق في الحصول عليهما لكن المتعارف عليه والموجود انه في التكنيكال تايم اوت او الوقت المستقطع الفني الاجباري الاول والثاني في كل شوط مع النقطه رقم 8 ايا من هما يصل اولا والنقطه رقم 16. شروق على الارسال دايما بيحاول يبدا بيها الكابتن حمدي صافي الارسال في بدايه الدوران علشان يضمن ثلاثه ضاربات على الشبكه موجودات في الدوران. اعداد امام ضربه هتعدي سهله تتلم سلتشنكوفا اعداد وادي الضرب من التي لا ترحم جابت بايديها نقطه اللقب في نسخه العام الماضي على فكره اي حمدي الشامي ترجع تاني سكند شانس النادي الاهلي الضرب من سلتشنكوفا بالداون ذا لاين وقوه التسديده ما تحكمش دفاعات الجمارك النيجيري على التعامل في اللقطه الماضيه والكره الاخيره. ادي امامنا الاعداد تمويه شوف عملنا هنا بتاخر ايديها شويه علشان تقدر انها تقرا الملعب وايه تتلخفن دفاعات الفريق الغريم على ارض الملعب اتحدث عن شروق محمد فؤاد تلعب ارسال امامنا مواجهه جهه الليبرو ادي الاعداد ضرب من مركز اثنين لكن تعدي سهله قوه حائط الصد بتقلل من قوه كتير من الكرات اللي بتروح لملعب النادي الاهلي ادي الضرب بقوه بالداون ذا لاين تختار الضرب مع الخط وايه توجع ملعب كاستمز هنا في هذه اللقطه ادي الضربه بقوه جهه الليبرو اللاعبه رقم 6 في هذه اللقطه ايبي سيتنيسيا اللاعبه رقم 6 هنا امامنا صاحبه 32 عام بالمناسبه هتلاقوا اعمار سن كبيره كتيره موجوده على ارض الملعب يمكن اكبر لاعيبه سنا موجوده على ارض الملعب او في البطوله بشكل عام هي اللاعبه صاحبه القميص رقم 9 كابتن والقائد لهذا الفريق اسيره برسيلا صاحبه ال 41 عام مواليد عام 1978 هذه البطله ادي الضرب في حائط الصد تاتش اوت ومحاوله التعامل ما كانتش ناجحه في الدفاع في اللقطه الماضيه والكره الاخيره 19-6 افضليه اهلاويه يقترب على بعد 6 نقاط النادي الاهلي من حسم اولى الخطوات نحو الظفر بالثلاث نقاط وايه الصداره عن جداره للمجموعه الاولى اللي متصدرها النادي الاهلي وقلنا كده كده قبل هذه المباراه متصدر لانه الفريق النيجيري كاستمز او الجمارك كان سقط في شوط امام
فريق كانون، ومن ثم كده كده الصدارة كانت للنادي الأهلي بستة أشواط نظيفة دون أن يفقد أي شوط، دون أن يفقد أي نقطة زي ما احنا عارفين في دور المجموعات. 3-0 3-1 تضمن 3 نقاط كاملة في ترتيب المجموعات. أما في الوصول بقى، أو يعني فريق كسب 3-2 خسر شوطين في المباراة، إذن يفقد نقطة. الفريق الخسر يحصل على نقطة، والفريق الفائز طبعا يحصل على نقطتين، وده بيأثر في الترتيب العام بالتأكيد. لكن النادي الأهلي ما عندوش الكلام ده، عنده الصدارة عن جدارة، وكل مباراة واخدها بروح عالية، لأنه مش عايز يكرر أي نتائج سلبية، وإن كان بطولات أخرى بتكون أقل بكتير من البطولة الأفريقية. البطولة الأفريقية لها طبع خاص ولها استعدادات خاصة بوجود الحضور الجماهيري، الجمهور الراقي والذواق اللي دايما بيشجع فقط فريقه وبيدعمه من أجل الفوز في كل مباراة، وكل مباراة على حدة، لأنه كابتن حمدي الصافي عارف كويس قوي أهمية المباريات القادمة، مش بيفكر في النهائي مباشرة، لازم يعدي الكوارتر فاينلز ثم السيمي فاينل بقى، ويفكر في النهائي الكبير أيا ما كان الفريق القادم، سواء من كينيا، من الجزائر أو من تونس. ضرب في حائط الصد وإلى خارج حدود الملعب، سيلتشينكوفا المتألقة النهاردة لعبت مركز 4 مع الاستقبال فعالة ومع الضرب شغالة في كل الأحوال، متألقة هذه البطلة. شويه شويه بنشوف دخول لاعبات النادي الاهلي في اجواء المباريات بشكل اعلى الحقيقه. شروق على الارسال توجه، بالمناسبه ان ارسالات البنات دايما حتى وان كانت فلوتر او موجهه بتكون اصعب حتى من ارسالات الرجال، حتى لو كانت سبايك، لانه الشبكه اقل تقريبا 20 سنتي عن الرجال، وده بيكشف اكتر ابعاد ملعب الفريق الغريم. الضرب هنا القطري من مركز 4 في مركز 5 تنجح في ايجاد الضربه القاضيه في اللقطه الماضيه. استقبال امامنا شروق تعمل اعداد، ادي حائط صد لكن متابعه دفاعيه اكثر ايجابيه من مريم. تاني امامنا هنا ضرب بنجاح من جانب سيلتشينكوفا الاوكرانيه المتالقه، لقوها في مركز 4 شغال مع دوران في مركز 2 ماشي. ادي الضرب وحائط صد متاخر كان مش اعلى من سيلتشينكوفا، تطلع وتضرب وتخلص النقطه رقم 21 في جعبه النادي الاهلي. 21-7 افضليه اهلاويه بقسوه الحقيقه، بقسوه، بادئ بتركيز ومش عايز يعني يخسر اي هفوات في هذه المباراة. كابتن حمدي الصافي طبعا ولاعبة نادي محاولة للإسقاط في هذه اللقطة، لكن دفاع رائع من شروق، وتاني المتابعة لكن ولا أجمل. هنا أمامنا فريدة تتابع، وهذه محاولة التسديدة بقوة بقوة، ولا إيه ولا هتقدر تجيبها من بره ولا هتقدر، وإن كان لو جابتها حتى من المدرجات ورجعتها لملعبها ممكن تكمل عليها إن كان في فرصة للمسة تالتة، لكن هنا الضربة بقوة بالداوند لاين، اختيار الضربة مع الخط، قوة التسديدة ما تحكمش اللاعبة أيتو ايستن صاحبة ال 22 عام على التعامل في اللقطة الماضية. كاترين او كاترينا سيلتشينكوفا، ده اسمها بالكامل، يقال عليها كاترين لكن هي كاترينا، ده النطق السليم. ادي امانة شروق الضرب السريع والتخليصة من التي لا ترحم من مركز 3، وكالعادة المتألقة هنا فريدة العسقلاني اللي بتنجح في ايجاد النقطة رقم 23 في صالح النادي الاهلي. 24 عام متر و80 سنتي طول فريدة العسقلاني اللي بتطلع في السبايك زي ما ضربت في اللقطة الماضية لمترين 90 في الهواء، ولما تطير تسهل حاجات كتير بمهاراتها الفردية في الأداء الهجومي، والمهارات الفردية بيكون ليها قيمة لما تخدم على النتيجة والأداء الجماعي. حاصد من بدري مقفل الزوايا أمام نهلة سامح في هذه اللقطة، لازم يكون عندها الحلول دايما، الضارب يكون عنده الحلول لو في حائط صد مقفل إنه يخلص بالتاتش بلوك في خارج حدود الملعب، لكن تعدي افضليه مريحانه على ارض الملعب. 23-8 استقبال مارين، اعداد، ادي الضرب من ايه تخلص بقوه، ما بتهزرش وما بترحمش. ايه حمدي الشامي هنا امامنا الارتقاء من الاوبزيت وتخلص جهه مركز 6، ولا تقدر تعمل معاها اي حاجه مجورا توسكتيكو اللاعبه رقم 12 اللي كانت في اللقطه الماضيه. 24-8 نقطه الشوط بين يدي لاعبات النادي الاهلي. فريده ارسال، ادي امامنا الاعداد، الضرب من 4 في الحد الاعلى للشبكه، تنزل دفاع ولا اجمل، هتعدي ما تعديش، لكن تحيه بالتاكيد للدفاع الرائع في محاوله الانقاذ للكره في اللقطه الماضيه والهجمه الاخيره. ادي الضرب القطري خدت الكره في الحد الاعلى للشبكه، ومحاوله الانقاذ من امامنا هنا كانت نهله سامح، ومحاوله ايضا اخرى كانت من سيلتشينكوفا، ولكن يعني تعدي. 24-9 ما زالت نقطه الشوط بين يدي لاعبات النادي الاهلي. مريم استقبال كان ضعيف، تعدي سهله ما تعديش بالمره، ضرب بدون تحكم في الشبكه ترد في ملعب النادي الاهلي. 24-10 من بدايه الكره الاولى واستقبال الكره الاولى المهم، ومريم مصطفى دايما عندها الجراءه في استقبال اي كره سواء كانت صعبه او سهله، لكن الهديه مقبوله بالتاكيد. ارسال خارج حدود الملعب بالمره، والنقطه بالشوط ككل برمته
في صالح النادي الأهلي. 25-10 الأفضلية أهلوية في أحداث الشوط الأول بأداء فني عالي الحقيقة في شوط أمام فريق ضمن التأهل، وتحس أنه مريح بالزيادة فريق نادي الجمارك النيجيري الحقيقة، لأنه زي ما قلنا ضمن التأهل قبل هذه المباراة مع النادي الأهلي. والنهاردة النادي الأهلي في أول اختبار حقيقي يمكن فني أمام الجمارك ما يلاقيش أي معاناة في هذه المباراة، بأريحية تفوق 25-10 في الشوط الأول. ويعني ننتظر بقى الاستمرارية في النتيجة الإيجابية مع الوصول للشوط الثاني والشوط الثالث بالنتيجة أقصى كمان على هذا الفريق، علشان تبقى عين حمراء من البداية للي جاي للنادي الأهلي أنه يكون طبعا قلقان من النادي الأهلي في المباريات القادمة. اليوم الخامس والاخير في اطار الجروب ستيج او دور المجموعات بالنسبه لهذه البطوله، وكان المجمع البترولي الجزائري تفوق على نكومبا الاوغندي بنتيجه 3 أشواط نظيفه، وكده كده ضمن التاهل للكوارتر فاينل طبعا الدور ربع النهائي. كانون الكونغولي اللي في مجموعه النادي الاهلي كان تفوق على يو اس اف اي البوركيني ب3 أشواط نظيفه. ايضا فاب الكاميروني تفوق على الانابيب الكيني في اطار المجموعه الثالثه خسر فاب الكاميروني خسر امام الانابيب 3-1. الانابيب على فكره عانى كتير امام الصيد المصري في مباراه الجوله الثانيه بالامس الحقيقه، ولكن يعني الصيد قله خبره لعبات الصيد المصري ما حكمتش على خطف ولو شوط امام الانابيب الكيني، والانابيب هو حامل البرونزيه في النسخه الماضيه والنسخه ما قبل الماضيه المنستير 2017 والقاهره بالنادي الاهلي 2018. ريفينيو رواندي كان تفوق على الصيد المصري 3-0. سبورتنج المصري طبعا الفريق المصري الممثل ايضا الى جوار النادي الاهلي والصيد والشمس القاهري، سبورتنج تفوق على دي جي اي بي الكونغولي 3-0 لحساب المجموعه الثانيه، وتاهل على فكره علشان يكون حتى الان المتاهل الثاني الى جوار النادي الاهلي في اطار الدور ربع النهائي. نتيجه ايجابيه بالتاكيد لبطلات سبورتنج السكندري بقياده احد ابناء النادي الاهلي بالمناسبه الكابتن ماجد مصطفى. وحتى الان في الشوط الاول في مباراه الشمس المصري القاهري طبعا والسجون الكيني، الشمس تفوق اتى بالشوط الاول وفرصه كبيره ودفعه كبيره للشمس انه يتفوق ايضا بقياده احدى نجمات النادي الاهلي في الزمانات، نتحدث عن توتو تهاني توسن المديره اللي بتدير طبعا الامور الفنيه او المدير الفني اللي بتدير الامور الفنيه لنادي الشمس في هذا الموسم، والحقيقه بتأدي مباريات كبيره سواء كان في الدوري او في الكاس او في البطوله الافريقيه، موجوده وحاضره بشكل كبير مع لعبات الشمس القاهري اللي حتى الان على بعد فرصه كبيره، يعني خطوات قليله من التاهل للدور ربع النهائي مع النادي الاهلي كفريق مصري تاني. يعني الشمس محتاج النهارده انه يفوز 3-0 او 3-1 امام السجون الكيني، والسجون الكيني احد الفرق الثقيله من عتاوله القاره الافريقيه الحقيقه، السجون الكيني مع الانابيب الكيني. كينيا دي عامله زي الهاند بول كده انجولا، يعني انديتها منتخبات شغاله بقوه جدا الحقيقه، كينيا دايما بتكون قويه حتى على مستوى المنتخبات، حرمت مصر من الكثير من التاهل لبطوله العالم او الالعاب الاولمبيه، حال الكاميرون اللي تالقت في الفتره الاخيره، ويمكن الكاميرون حرمت مصر في الفاينل لبطوله افريقيا المؤهله لاولمبياد ريو في مباراه خلصت يعني خسرها المنتخب الوطني 2-3، لكن كان المنتخب المصري على اعتاب التاهل وكان تفوق على انجولا بالمناسبه في او تفوق على كينيا في مشوار، لكن تبقى كينيا تبقى تونس تبقى الجزائر ومصر بالتاكيد القوه العظمى في عالم الكره الطائره على مستوى السيدات انديه ومنتخبات بالتاكيد. هيبدا الدوران مع الارسال في بدايه احداث الشوط الثاني مع شروق محمد فؤاد، قلنا بيحاول يبدا بيها او دايما بيبدا بيها الكابتن حمدي الصافي الدوران علشان يضمن 3 من الضربات موجودات على الشبكه. السيبال امامنا، ادي الاعداد، الضرب من 4 في حائط الصد ما لمستش حائط الصد، النقطة الأولى هنشوف أمامنا قرار حكم اللقاء الرئيس، أعتقد لأ، قال إنها لمست والنقطة الأولى في صالح الجمارك النيجيري. إذن 1-0 في الأشواط نادي الأهلي و1-0 في بداية الشوط الثاني للجمارك النيجيري. السيبال مريم امامنا اعداد شروق والضرب من ستشينكوفا، لكن حائط صد محاوله الدفاع الرائعه، هتعدي سهله لكن شروق تعمل دفاع اكثر من رائع، دفاع منخفض كان مثالي، ترجع تاني سكند شانس محاوله الضرب بداندا لاين والكره مع الدفاع
قوه الضربه ما تحكمش مريم في التعامل مع الدفاع المنخفض في هذه اللقطه، تطلع الى خارج حدود الملعب. 2-2 افضليه للجمارك نيجيريا على ارض الملعب في احداث الشوط الثاني، لكن وهميه حتى الان، العوده يعني حتميه باذن الله. ادي محاوله الضرب السريع من فريده لكن تعدي، ادي امامنا محاوله الاسقاط بذكاء الحقيقه، لمسه بلمحه فنيه عاليه الحقيقه، كشفه كويس، حائط الصد وما خلفه وما جواره وطلعوا عندها الحلول. شوف امامنا هنا التموين ثم الاسقاطه بلمسه بلمحه فنيه عاليه كانت الحقيقه من اللاعبه صاحبه القميص رقم 7 ايتو ايستن. استقبال بشكل وحش مش مقدراها صح، وايديها مهزوزه ومايله بشكل سلبي الحقيقه. كاترينا سيلتشينكوفا اللاعبه الاوكرانيه تضيع فرصه التعامل مع استقبال فعال. 4-2 استقبال امامنا، ادي الاعداد ما كانتش في السيستم المثالي علشان كده الاعداد ما كانش طالع من شروق، لكن هنا امامنا التخليص، التخليص من ايه تضع النقطه الاولى في صالح النادي الاهلي، يظهر فعليا في الشوط الثاني هنا النادي الاهلي. ادي التعامل وحائط الصد الرائع كان في هذه اللقطه من فريده وايه حمد. كاترينا سيلتشينكو ارسال امامنا الاستقبال، اعداد محاوله الضرب، ضرب خارج حدود الملعب، خارج حدود الملعب، محاوله الضرب القطري ولكن بدون تحكم بالمره، حطيتها في الاعلانات بره. ادي محاوله الضرب في اللقطه الماضيه عايزه تبعد عن حائط الصد ولكن ما كانش في تحكم من جانب دودو استن. كاترينا سيلتشينكوفا استقبال امامنا، ادي الاعداد في 4 ولكن حائط الصد يقلل من قوه الكوره. متابعه مريم، اعداد خلفي، ايه تخلص، تخلص هنشوف امامنا، اعتقد كان في تاتش بلوك، لا ما كانش في لمس في حائط الصد، الكره خارج حدود الملعب، حائط الصد كان مشروخ، كان عندها فرصه كبيره انها تضرب بشكل اكثر فعاليه. خمسة اتنين ما زالت حتى الان الافضليه للجمارك في هذا الشوط، لكن الضرب السريع يخلص. ادي امامنا هنا ظهور الفعال في هذه اللقطه، امامنا لفريده العسقلاني، الاعداد القصير والضرب السريع وشروق كالعاده هي المتحكمه في الريتم لانها المايسترو على ارض الملعب، كراتها لازم تكون موزونه، والاحساس بقى بالمكان والاحساس باللمسه وارتفاع الكوره مع الربط والتفاهم والانسجام اللي بيكون حاضر ما بينها وما بين السنتر بلوك او مركز اثنين او مركز اربعه اللي حاضرين بالضرب. هنشوف امامنا هنا الكره، اعتقد كان في خطا في التعامل من لاعبات النادي الاهلي، النقطه رقم 6 في صالح الجمارك الناجي. استقبال فريده الضرب لكن تعدي، محاوله الاسقاط سهله، هي تتعامل شروق، ادي الاعداد ومحاوله الاسقاط ولا اجمل، لمسه حلوه قوي، لمسه حلوه قوي بخبره السنين لدى نهله سامح عبد القادر، تحط كره ولا اجمل من اعلى حائط الصد بليسنج ولا اعلى الحقيقه، في لقطه من اجمل اللقطات اللي بتعملها نهله سامح على ارض الملعب. ارسال بقوه زائده عن الحد طلعها خارج حدود الملعب ايه في هذه اللقطه. 7-4 الافضليه نيجيريا ما زالت حتى الان في احداث الشوط الثاني. هدية مردودة، خطأ مردود هنا أمامنا، الإرسال الضايع بإرسال ضايع، ضايع إرسال كانت في اللقطة الماضية لعبها صاحبة القميص رقم 13 إكديا فيما سيسكا، لعبها صاحبة 23 عام متر 78 سم طول هذه البطلة. الكابتن والقائد نهلة سامح تضع الإرسال، أدي أمامنا هتعدي سهلة، هتعدي سهلة، سكند شانس للنادي الأهلي، نهلة تحطها هتعدي، ممكن في محاولة كانت هتبقى صعبة كده كده كان ممكن تأمنها وتعديها سهلة، ولكن محاولة الضرب هنا من آية حمدي، حائط صد كان قريها من بدري، رايح من بدري ومقفل زواياه بشكل ايجابي الحقيقه في اللقطه الماضيه في وجود اوميه هيليم اللاعبه صاحبه القميص رقم 2 الى جوار لوبي كيليه صاحبه القميص رقم 8. الوقت المستقطع حائط الصد الاخير يقلق شويه الكابتن حمدي الصافي، والوقت المستقطع الفني الاول في احداث الشوط الثاني، الافضليه في صالح الفريق النيجيري 8-5، اول مره يصل الوقت مستقطع فني. الشوط الاول كده كده اصلا يعني ما كانش قدر ان هو يعبر في النقطه رقم 8 الا بصعوبه الحقيقه فريق كاستمز اول جمارك النيجيري، لكن الشوط الثاني شويه دخلوا في اجواء المباراه، قلنا ما حضرش في الشوط الاول ذهنيا لانه كان مامن التاهل مع النادي الاهلي في اي نتيجه تحدث النهارده، كده كده
متأهل الجمارك للدور ربع النهائي إلى جوار النادي الأهلي. لكن قلنا النادي الأهلي كان مركز في الشوط الأول، قل شوية ذهنيا في الشوط الثاني، ومن ثم الأداء البدني قل والأداء الفني أصبح مهزوز نسبيا، لكن يقدر العودة حاضرة. كابتن حمدي الصافي ولاعبات النادي الأهلي الخبرات يقدروا إن هم يرجعوا بشكل سريع. نادي أمامنا المدرجات والجمهور والجمال كله بالتأكيد في المدرجات هنا. نقطة في صالح النادي الأهلي بالمناسبة، زميلنا في الأعداد أكدوا لنا إنه الشمس تفوق في الشوط الثاني في هذه اللحظات، تفوق على السجون الكيني 25-20. إذن شوطين وعلى بعد شوط الشمس القاهري من التأهل، قلنا فوز 3-0 أو 3-1 يحسم الثلاث نقاط النهاردة يضمن التأهل إلى جوار سبورتنج والنادي الأهلي طبعا لحساب الدور ربع النهائي مع الثمانية الكبار عن القارة الأفريقية في هذه البطولة. ضرب خارج حدود الملعب من مركز 3 بدون فعالية من لعبة الجمارك كانت في اللقطة الماضية لوبي كيليه. إرسال مريم، أدي أمامنا الأعداد، ضرب دفاع هتعدي سهلة، تعديها آية تأمنها هنا، سكند شانس للجمارك، فرصة من مركز 3 وحق صد فردي يعني ملعب مكشوف، سهلة كانت في اللقطة الماضية، تخليص أمامنا هنا من الجمارك أعتقد اللعبة دودو استين اللعبة رقم أو اللعبة رقم 8 لوبي كيليه هي اللي خلصت في اللقطة الماضية. الحصان بتاعتهم يمكن فاتحه شويه مع لون الرقم من بعيد عامله مشاكل شويه، لكن مكملين معاكم. ادي محاوله الضرب هنا سيلشينكوفا، لكن حق الصد كان عالي قوي، كان عالي قوي، قراءه باينه من بدري والتعامل كان مثالي الحقيقه مع حق الصد ثنائي يعني كان تقيل في اللقطه الماضيه امام كاترينا سيلشينكوفا. 10-7 فرق الثلاث نقاط، يتفوق الجمارك النجم. ارسال فلوتر موجه استقبال مريم شروق، اعداد قصير والضرب السريع، شغل التكتيك اللي قلنا معمول زي ما الكتاب بيقول بتألق سواء كان في الاعداد من شروق محمد فؤاد او التخليص من فريد العسقلية. ادي امامنا التخليصة ما خلصها بشكل رائع الحقيقة، اختار الزاوية الانسب في ملعب الجمارك وتضرب ضرب مثالي. اعداد مكروة تجاب ما تجابش، لمسة في الحد الأعلى أو يعني مع حقة الصد هي اللي ما حكمتش نهلة أنها تدافع بشكل إيجابي. هذه الكرة ولمسة في حقة الصد ومحاولة الدفاع المنخفض من آخر الملعب من نهلة سامح، لكن ما تقدرش تتعامل معها. 11-8 استقبال ضعيف هتعدي سهلة، لمسة الأرض أعتقد كان هناك لمس للأرض. إذن النقطة رقم 12 في جعبة الجمارك الناجي. 12-8 فرق الأربع نقاط، استقبال الكرة الأولى هو اللي كان يعني شوية ضعيف من مريم مصطفى عبد القادر الليبرو الأساسي اللي هي النادي الأهلي، وقلنا واخدة جوائز عد ولا حرج على مستوى الناشئات الشابات الفرق الفريق الأول المنتخب الأول أو مع النادي الأهلي على مستوى القارة الإفريقية وعربيا من أفضل لاعبات مركز الليبرو الحقيقة اللي موجودة في الفترة الأخيرة. لكن هنا الضرب والإنجاز للنقطة رقم 9 في صالح النادي الأهلي، هي الحل آية حمدي الشامي، هي الحل بتخلص بالتأكيد، تضرب ضرب كتري بقوة ما تقدرش تتحكم فيها دفاعات الجمارك في اللقطة الماضية. كاترينا سيلشينكوفا إرسال الكورة داخل الملعب، إيس موجود، إيس موجود، نقطة مباشرة، نقطة تحول ترفع من معدل التركيز وتدي الثقة أكتر، محتاجين هدوء وثقة على أرض الملعب للعودة في النتيجة وتأمين الأفضلية. وقلنا النهاردة مفيش ضغوط لأنه كده كده الأهلي متأهل إن شاء الله متصدر عن هذه المجموعة، لكن التجربة مهمة والضغط في مثل هذه المباراة أهم بكتير وأفضل بكتير من أنه يكون في ضغط في مباراة مهمة في نوك أوت أو دور يعني بخروج المغلوب. تخليص من فريد العسقلاني هنا المتابعة، أعتقد هنشوف أمامنا الحكم اللقاء قال إن الكرة أو جابتها من ملعب فريق الجمارك أو كان في لمس لحد الأعلى الشبكة، هنشوف أمامنا هنا اعتقد ان النقطه يعني احتسبت لصالح الجمارك، انا شكيت فيها من البدايه الحقيقه. ضرب بقوه، ضرب بقوه هنا امامنا الظهور لكاترينا سيلشينكوفا تخلص النقطه رقم 11 في صالح النادي الاهلي، او ايه هنا امامنا ايه من الاوبوزيت من مركز 2 هي اللي تخلص النقطه الثانيه ليها على التوالي مع النادي الاهلي على هذا او في هذا الشوط على ارض الملعب، والنقطه رقم 11. استقبال ضعيف ولا تقدر تتحكم بالمره، لوبي كيليه لاعبه رقم 8 صاحبه ال 29 عام متر 83 سنتي هذه البطله اللي ما تقدرش تتحكم مع الارسال الموجه باتقان، ولازم الارسال يكون مدروس ومحسوب
اما جهه لاعب اربعه المستعد للضرب علشان يتلخفن او جهه الليبرو بس يكون عكس حركه المعد علشان يكون في يعني لخفنه في عمليه التكتيك اللي ممكن ما بعد استقبال ومحاوله بقى السايد اوت او الارسال جهه الحلقه الاضعف فيما بين لعبات الجمارك، وده يقدر عليه لعبات نادي الاهلي لانهم عندهم القدره على التوجيه بالشكل الفعال. جمهور النادي الاهلي العظيم الكبير الحاضر واللي موجود دايما في كل المباريات وبيزيد عدده لانه جمهور راقي وذواق وبيشجع بروح عاليه الحقيقه ومدعم بشكل كبير لانتصارات النادي الاهلي الحقيقه في كل البطولات. لو تفتكروا ان اول لقب جه في عهد مجلس الاداره الجديد الحالي بقياده الكابتن محمود الخطيب كان البطوله العربيه في عام 2017 من فتيات النادي الاهلي، من سيدات النادي الاهلي. البطوله الاولى اللي دخلت في جعبه النادي الاهلي بشكل عام في كل الرياضات. ارسال واستقبال ضعيف وكالعاده التوجيه كان مثالي، لسه بنتكلم عن الارسال وفعاليه الارسال والتخليص هنا بنقطه مباشره، نقطه جديده، النقطه رقم 13 والعوده للنادي الاهلي على ارض ملعب. قلنا الايس اللي اتعمل من كاترينا ستشنكوفا هيكون نقطه تحول لانه هيكسبه بيه الثقه اكتر. تعدي سهله ممكن، ادي الضرب ترجع من شروق سكند شانس للجمارك ومحاوله الضرب في حائط الصد عندها حلول وتخلص لاعبه مركز 2 كانت في هذه اللقطه نشوف امامنا اعتقد لاعبه رقم 16 يونيس ليزا سيبا، يونيز إليزا سيبا اللي هي على الارسال دلوقتي صاحبه 26 عام متر و80 سنتي احدى اطول اللاعبات الموجودات في تشكيله الجمارك الناجي. هيعاد الارسال اعتقد هيعاد الارسال. اعداد شروق هي الضرب لكن دفاع منخفض هنا حاضر من لاعبات الجمارك، وادي الضرب مره اخرى لكن مريم المتابعه، مريم متولي تعدي سهله من ساتشينكوفا سكند شانس للجمارك ومحاوله الضرب بحائط صد فردي هنا امامنا لكن صعوبه في التعامل، صعوبه في التعامل من شروق في محاوله الدفاع المنخفض هنا في هذه اللقطه وتخلص بنقطه رقم 15 في صالح الجمارك النجدي. قلنا ده الفريق الوحيد الممثل للكره الطائرة النيجيرية في بطولة الأندية في نسخة هذا العام. تغيير في هذه اللحظات هنشوف أمامنا نهلة سامح تخرج، أعتقد اللاعبة اللي نزلت إلى أرض الملعب سارة إحدى أهم اللاعبات والتدعيمات وصفقة أيضا من الصفقات الرابحة اللي بيبرمها النادي الأهلي في مطلع هذا الموسم. سارة أمين صاحبة ال 22 عام متر 76 سنتي طول هذه البطلة اللي بترتقي في الهواء ل 2 متر 80 مع السبايك و 2 متر 65 مع البلوك. شوف أمامنا فعاليتها في التنشيط سواء كان في استقبال الكرة الأولى أو التخليص من مركز أربعة. أدي أمامنا استقبال الأعداد والضرب السريع مقروء هذه المرة، ترجع تاني فرصة تجيبها ودي آية والضرب بقوة لكن محاولة هنا مفيش محاولة خلاص بقى تخلص المرة دي من التي لا ترحم آية حمدي، تخلص بضرب قطري بمثالية الحقيقة. هنا أمامنا ضربة تخلص من خلالها النقطة مع محاولة الدفاع المنخفض ولكن قوة التسديدة قلنا ما تحكمش دفاعات الجمارك الناجي. 15-14 ما زالت الأفضلية نيجيرية حتى الآن في أحداث الشوط الثاني. استقبال أمامنا محاولة الأعداد في أربعة هنا محاولة الضرب لكن مريم متابعة أكثر من رائعة، سارة تجيبها لورا تعدي سهلة سكند شانس الجمارك، فرصة أمامنا هنا ولكن الضرب بحائط صد أكثر من رائع تقفيل تام، ثالث فرصة ومحاولة الضرب بداون ذا لاين لكن تلمس في الخط ضرب صحك موجود اختيار الخط و الضربه كانت باتقان ما كانش فيه تقفيل عالي من ثنائي حائط الصد الاهلاوي اللي كان موجود في هذه اللقطه والوصول للسكند تكنيكال تايم اوت او الوقت المستقطع الفني الثاني في احداث الشوط الثاني والافضليه مع الشوط الثاني زي ما كان الحال في الوقت المستقطع الفني الاول لصالح الجمارك النيجيري. لكن الاهم اللي يضحك في الاخر والعوده قلنا هتكون حاضره لانه لاعبات النادي الاهلي عندهم الخبرات والكابتن حمدي الصافي عنده القدرات اللي يقدر من خلالها ان هو يترجمها بأفكاره التكتيكية مع لاعبات النادي الأهلي. قلنا شمس القاهري حتى الآن متفوق في صالة الشهداء، الصالة رقم 2 بمجمع صالات أهلي الجزيرة، الصالة الرئيسية اللي احنا فيها دلوقتي طبعا صالة الأمير عبد الله الفيصل، والصالة رقم 2 اللي بيلعب عليها مباراة الشمس وسجون الكيني، 2 لا شيء في الأشواط. الشمس على قد المسؤولية النهارده الحقيقة بيقدم مباراة كبيرة، نتمنى انه يخلص 3 لا شيء علشان يتأهل ويصعد طبعا لدور ربع النهائي. نشوف بقى ترتيبه الأول أو الثاني لأنه في المجموعة الرابعة اللي ممكن أو اللي هيواجه من خلالها النادي الأهلي والفريق اللي أمامنا أيضا الجمارك
مواجهاته المباشره في دور ربع النهائي. عشر 15 نقطة في صالح النادي الأهلي. الشمس لو تفوق النهاردة هيواجه النادي الأهلي إن شاء الله مع فوز النادي الأهلي النهاردة وصدارة للمجموعة الأولى، إذن يواجه الشمس القاهري في طبعا الدور ربع النهائي، وهيبقى ديربي قاهري حاضر في ربع نهائي البطولة الأفريقية. مريم متابعة أمامنا، هتعدي سهلة من مريم متولي، فرصة جديدة للعبات الجمارك في هذه اللحظات، ضرب من بعيد وحائط الصد ولا أعلى ولا أعلى، هنا مفيش حاجة هتعدي النهاردة، شعار الثنائي اللي كان في اللقطة الماضية كاتريزا سيلتشينكوفا، وهنا امامنا كانت ايضا في هذه اللقطه مريم متولي عملاق اطول لاعبه موجوده فيما بين لاعبات النادي الاهلي بالمناسبه، متر 86 سنتي 20 عام فقط من مستقبل النادي الاهلي في الاسكواد اللي موجود في هذا الموسم. مريم امامنا، ادي الاعداد الخلفي ومحاوله الضرب في حائط الصد والى خارج حدود الملعب، ذكيه كاترينا سيلتشينكوفا ذكيه في التعامل، حق الصد موجود لكن قدرت انها تعمل التاتش بلوك بمثاليه الحقيقه في اللقطه الماضيه وتخلص النقطه رقم 17، وقلنا العوده حتميه لانه النادي الاهلي عنده الخبرات والقدرات اللي تاهله مع وجود فكر عالي على ارض الملعب، لانه حمدي الصافي استوى فنيا، وبالمناسبه انه الكابتن مجدي بيبي واللي هو مدير الفريق هو اللي اكتشف الكابتن حمدي الصافي وموجود معاه في الجهاز الفني دلوقتي، ومن ثم الاثنين فاهمين بعض كويس، وحتى الكابتن ياسر صلاح يعني الشقيق طبعا الاكبر للكابتن احمد صلاح احد نجوم النادي الاهلي، مبارك طبعا للنادي الاهلي على مستوى الرجال والفوز باللقب رقم 18 على حساب طلاع الجيش بالامس في صاله استاد القاهره على مستوى كاس مصر للرجال، طبعا وصلوا لبولندا بسلام معسكر اعداد فريق الرجال حتى 29 من مارس الجاري قبل انطلاق ان شاء الله بطوله افريقيا للرجال اللي هتتابع ايضا باذن الله على صاله النادي الاهلي او يستقبلها النادي الاهلي، وقلنا طالما البطوله في حضره النادي الاهلي اذا بإذن الله يكتب لها النجاح، النادي الأهلي هيكون حاضر وأحمد صلاح موجود أفضل ضارب في العالم في بطولة العالم باليابان 2011، شقيقه الأكبر ياسر صلاح موجود في الجهاز الفني للنادي الأهلي هنا إلى جوار الكابتن حمدي الصافي، إذا في أفكار عالية وفي هارموني أو انسجام ما بين الجهاز الفني للمنتخب أو للنادي هو المنتخب بالمناسبة، يعني إنه أفضل اللاعبات الموجودات في النادي الأهلي هم القوام الرئيسي للمنتخب الوطني، لذلك تلاقوا في فكر عالي موجود من على الخطوط وفكر حاضر وبيتطبق على ارض الملعب. 18-16 الافضليه اتت للنادي الاهلي ولاول مره بفارق نقطتين على ارض الملعب، ضرب قطري عدم قدره على التعامل من اي حمدي، نقطه رقم 17 في صالح الجمارك الناجي، ادي امامنا حائط صد فردي كشفه من مركز 3 ابعاد ملعب النادي الاهلي توجه باتقان الحقيقه في اللقطه الماضيه اللاعبه اوميه هيلياب 22 عام متر 84 سنتي احدى اطول اللاعبات الموجودات في سكواد الجمارك الناجيري، استقبال امامنا، ادي الاعداد من مريم والتخليصه، التخليصه حاضره هنا بشكل اكثر من رائع من ايه جايه من مركز 6 لمركز 3، الليبرو واخد مركز 5 وهي مع الدوران موجوده وحاضره وكشف ابعاد الملعب بالشكل الرائع الحقيقه، توجه في مركز 5 وتخلص باتقان وتقنيه عاليه. مريم متولي توجيه، ادي امامنا الارسال، اعداد في مركز 4 ومحاوله الضرب لكن حائط صد قريها من بدري، محاوله الاصطاده من فريده ترجع تاني سكن شانس للنادي الاهلي، ادي امامنا شروق والضرب بقوه، ضرب بقوه قلنا ايه لها ترحم النهارده، وايضا المتالقه في مباراه النهارده الحقيقه اللاعبه كاترينا سيلتشينكوفا 28 عام هذه الاوكرانيه متر و80 سنتي 2 متر 85 في الهواء مع السبايك زي ما خلصت في اللقطه الماضيه 2 متر 70 مع البلوك. ارسال كوره هتعدي سهله، فرصه جديده للاعبات النادي الاهلي 2017 الافضليه اهلاويه، اعداد خلفي وتخليصه ولكن دفاع الى خارج حدود الملعب، اذا النقطه رقم 21 تحسم في صالح لاعبات النادي الاهلي. شوف امامنا هنا، شوف امامنا هنا الاعداد الخلفي والقراءه لتحرك فريده العسقلاني والتخليصه بضرب قطري كان مثالي وعالي وبرده بتقنيه عاليه في التعامل. توجيه الارسال جهه الحلقه الاضعف من بين لاعبات الجمارك وتخلص بنقطه مباشره، ايس حاضر في هذه اللقطه النقطه رقم 22 في صالح النادي الاهلي، قلنا العوده هتكون حاضرة في ثقة دايما لما بنتكلم عن العودة حتى وإن كان في تأخر في النتيجة لكن في ثقة في العودة لأنه عارفين الأدوات اللي عندنا على أرض الملعب وعارفين الأفكار اللي موجودة خارج الخطوط واتكلمنا عنها بالتأكيد. آدي الضرب من مركز 3 لكن حائط صد ترجع تاني، فرصة أمامنا من مركز 4 حائط صد موجود من شروق إلى خارج حدود الملعب. آدي الضرب من مركز 4 هنا أمامنا في هذه اللقطة شروق ومحاولة دفاع مع حائط الصد لكن الكرة إلى خارج حدود الملعب. أيكيديا
فيميا سيسكا لاعبة رقم 13 اللي كانت بتحاول انها تخلص من مركز 4. ادي السكند بول، تاني محاولة الاسقاط ولا تتحكم فيها بالمرة، تحطها في الشبكة وترجع لملعبها مرة اخرى. خطأ موجود في التعامل في هذه اللقطة والنقطة اهلاوية. 23-18 شروق فؤاد، ارسال وكالعادة جهة الحالة الاضعف يوجهوا ارسالاتهم بشكل متقن الحقيقة. ادي الضرب من المنطقة الدفاعية لكن شروق حاضرة. تاني الاعداد من كانت امامنا فريدة، يعني مش في السيستم لكن كله دلوقتي بقى يعرف يرفع ويرفع بشكل متقن زي المعد، لانه ان كان هناك دفاع من شروق موجودة يبقى الكرة اللي تجيلها اي لاعبة لازم ترفع بشكل متقن علشان تخلص الضربة في اريحية سواء من مركز 2 او مركز 4 او الضرب السريع. 23-19 على بعد نقطتين النادي الاهلي. ادي امامنا الاعداد وآية اسقاطة، ولا اجمل ولا اجمل لمسة بلمحة فنية ولا اعلى حقيقة خلف حائط الصد اللي كان في اللقطة الماضية هنا، وتعمل الكرة بليسنج بشكل اكتر من رائع لانها شايفة كويس وكشفة كويس ملعب الجمارك وعارفة كويس قوي قيمة اللمسة ما بعد عبورها من حائط الصد. ساتشينكوفا ارسال موجه صعبة، لو عدت هتعدي سهلة، ما تعديش بالمرة. اذا النقطة رقم 25 في جعبة النادي الاهلي. 25-19 الشوط الثاني بعد 25-10 الشوط الاول. 2-2 في الاشواط، افضلية وصدارة حتى الان عن جدارة، باداء فني عالي واستثنائي وخيالي في بعض النقاط. شوط اول يمكن كان افضل فنيا للنادي الاهلي، شوط ثاني عادوا بعد الضغط في تجربة فنية للكابتن حمدي الصافي الحقيقة، والتجارب اللي النهاردة بيحاول ان هو يقدمها على ارض الملعب في اعداد للمباريات القادمه، سواء بقى كان الشمس القاهري اللي نتمنى انه يتاهل ويواجهوا النادي الاهلي في الدور ربع نهائي، والربع نهائي بقى ليه كلام تاني وحكايه تانيه ما بعد التاهل عن دور المجموعات، لكن تأكيد نتمنى ان يكون فريق مصري اخر الى جوار النادي الاهلي وسبورتنج موجود ما بين افضل 8 في القاره الافريقيه على المستوى الانديه للسيدات. هذه اجمل ما جاء من نقاط ولقطات في احداث الشوط الثاني. الافضليه قلنا ليه النادي الاهلي 25-19 عاد نسبيا الجمارك، ولكن ما عندوش القدره على الحفاظ على التركيز والاداء الفني العالي اللي يقدر من خلاله انه يجابه النادي الاهلي بشكل اقوى في النقاط الهامه والحاسمه، لان الخبره هي اللي بتحسم النقاط المهمه بالتاكيد. قلنا لحساب المجموعه الاولى اللي فيها النادي الاهلي والجمارك، المباراة الأخيرة النهاردة اللي لعبت قبل هذه المباراة لحساب المجموعة الأولى كان كانون الكونغولي تفوق على يو اس اف اي البوركيني 3-0 علشان يحط أول فوز ليه ويخسر يو اس اف اي الثلاث مباريات اللي ليه في دور المجموعات. خرج بخفية حنين، يعني جه زي ما جه زي ما راح دون أن يقدم أي مستوى فني أو أي نتيجة أو أي شوط حتى كسبه في هذه البطولة، بينما كانون كسب شوط أمام الجمارك وخسر 3-0 طبعا أمام النادي الأهلي. لما قلنا التذكرة الأولى والتذكرة الثانية محجوزة من قبل هذه المباراة للنادي الأهلي والجمارك النيجيري، 9 ألقاب للنادي الأهلي في 29 نسخة ماضية الأكثر تتويجا، قلنا 22 مشاركة في 30 نسخة بنسخة هذا العام كرقم قياسي. حامل اللقب النادي الأهلي كان في نسخة العام الماضي على حساب النساء الرياضي كارتاج التونسي، 2016 كان موجود أيضا وكان حامل اللقب على حساب النساء الرياضي كارتاج التونسي، فريق واحد ممثل عن تونس. ومشكلة تونس انه ما عندهمش دعم من وزارة الشباب والرياضة هناك في تونس تدعم مشاركة اكبر عدد من الفرق، ثم تلاقوا الصفاقسي يشارك في البطولة العربية والنساء الرياضي قرطاج تخصص افريقي وان كان فريق حديث العهد بالمناسبة في الكرة الطائرة النسوية على مستوى الدولة التونسية بالتأكيد، بالمناسبة انه هو متصدر الدوري هناك في تونس. حال النادي الاهلي هل يكون هناك يعني نهائي مقرر من نسخة العام الماضي ما بين الأهلي ونساء رياضي كارتاج متصدرة الدوري هنا في مصر وفي في تونس بالتأكيد، وبالمناسبة أيضا أنه الأنابيب الكيني اللي يعني تفوق النهاردة أيضا على حساب فاب ياويندي الكاميروني 3-1 لحساب المجموعة الثالثة، هو متصدر الدوري الكيني هناك على حساب السجون الكيني اللي بيعاني ما زال حتى الآن بيعاني. شوط ثالث في مباراة الشمس والسجون الكيني ينتهي في صالح فريق نادي طبعا السجون الكيني 25-22
والشوط الرابع حتى الان النتيجه 5-1 لصالح الشمس. بادئ الشوط الرابع ببدايه قويه طبعا، متابع المباراه الحاضره في صاله الشهداء الصاله رقم 2 بمجمع صالات اهلي الجزيره، بتاكيد المباراه اللي بتقام في نفس توقيت مباراتنا النهارده، مباراه نادي الاهلي والجمارك الناجيري، ومهتمين بيها لان قلنا الغريم منها او اللي فائز منها وتحديدا الشمس القاهري لانه فريق مصري، ولانه ان تمكن من الفوز النهارده 3-0 او 3-1، اكيد 3-1 مش هينفع 3-0 خلاص لانه خسر الشوط الثالث، لكن لو تالق وعبر هذه المجموعه وهذا الدور سيواجه النادي الاهلي في اطار الدور ربع النهائي. هنا 2 لا شيء، افضليه في الشوط الاول 25-10 النادي الاهلي على حساب الجمارك، الشوط الثاني 25-19 النادي الاهلي متفوق بافكار الرجل اللي بيظهر هنا امامنا على الشاشه حمدي الصافي 47 عام يتمهم في 14 ابريل المقبل باذن الله. نتائج هائله، كان احد امهر اللاعبين وافضل اللاعبين الضاربين من مركز اربعه، قصه وحكايه وروايه نقعد نتكلم عنه ثلاث ايام. حمدي الصافي 43 لقب مع النادي الاهلي والمنتخب الوطني، وايه يعني حدث ولا حرج بقى من القاب، 36 لقب منهم كانوا مع النادي الاهلي، منهم 11 دوري وتسعة كاس مصر وابطال افريقيا في 7 مرات، يعني نتائج وارقام والقاب، وبيحاول ينقل خبرته للاعبات النادي الاهلي في موسم جديد البحث عن لقب جديد افريقي بالتاكيد. دوري وكاس شبه محسومين لانه مفيش منافسه كبيره، ونتمنى ان يكون الدوري لسيدات نادي سيدات الكره الطائره المصريه بشكل عام، النادي الاهلي وغير النادي الاهلي، عشان يكون في منافسه اقوى، يكون في دورات مجمعه وافضل الفرق تكون مع بعض علشان يبقى في منافسه اقوى تدعم المنتخب الوطني بالتاكيد. تاني نقاط طبعا الشوط الثالث اللي انطلق، واول نقاط النادي الاهلي على ارض الملعب هنا بالضرب من مركز اربعه، ضرب قطري مثالي في مركز خمسه، تخلص بقضيه قاسيه المتالقه النهارده كاترينا سيلتشنكو 28 عام قلنا 1.80 مع السبايك 2.85 في الهواء. شروق على الارسال وكالعاده بيبدا بيها الدوران، ارسال موجه جهه الليبرو ولا تقدر تعمل معاها اي حاجه، استقبال الكره الاولى ضعيف من جانب ايبيه سيتاميسيا لاعب رقم 6 الليبرو الاساسي في تشكيله الجمارك الناجيري صاحبه 32 عام 1.62 سم طول هذه البطله، الطول مش مهم قوي للليبرو لانها كده كده ما بتضربش، اهم حاجه الاستقبال والدفاع المنخفض، تكون مرنه، تكون عندها سرعه تعامل بشكل عالي جدا. وجود على ارض الملعب للليبرو تاني للنادي الاهلي ندى وليد عيسى صغيره السن ولكن كبيره القيمه 19 عام بتاخد دورها في بدايه احداث الشوط الثالث، وكالعاده كابتن حمدي الصافي وعمليه الروتيشن او اراحه اللاعبات الاساسيات في احداث الشوط الثالث علشان يبقى في ادخال للاعبات اللي طبعا موجودات وتكمله بقى اعضاء النادي الاهلي من اللاعبات الحاضرات الغير اساسيات او ما بيشاركوش في التشكيله الاساسيه من بدايه اللقاء علشان ياخدوا حسيه المباريات ان تم الاحتياج ليهم طبعا في المباريات الهامه القادمه وياخدوا روح المباريات. كاترينا الضرب بقوه والى داخل الملعب، ضرب في مركز 6 بقوه متالقه النهارده من 4 اللاعبه كاترينا سيلتشنكوفا، صد مشروخ تعدي الكوره بقوه الضربه الرائعه الحقيقه من جانب كاترينا سيلتشنكوفا اللاعبه الاوكرانيه اللي تخلص النقطه رقم 5 في صالح النادي الاهلي، نقطه واحده جابها في بدايه الشوط الجمارك الناجيري، وخمس نقاط متتاليه بافضليه اهلاويه على ارض الملعب في صالح النادي الاهلي 5-1. يجبر اكاني فامي المدير الفني الوطني او المحلي الناجيري بالاحرى للجمارك على الحصول على الوقت المستقطع الاول المحق ليه في احداث الشوط الاول 5-1، الافضليه اهلاويه تحت تشجيعات لجمهور النادي الاهلي الذي لا يهدأ، بس ده بيشجع بروحه عكس الجماهير الافريقيه اللي تشجع طول الماتش مهزومه كسبانه هي حاله، لكن جمهور النادي الاهلي دايما بيشجع بقلبه بروحه بيدعم فاهم اللي بيحصل على ارض الملعب، وفي الوقت الصعب بتلاقوه بيشجع بشكل اكبر بالتاكيد. شروق ما زالت على الارسال من بدايه الدوران هي الحاضر 27 عام 1.74 سم 2.80 في الهواء مع السبايك الاهم البلوك 2.70 مايسترو لانها بتضم دايما مع لاعب 2 او لاعب 4 في التعامل مع الدفاع من على الشبكه. ارسال خاطئ وكان يعني ايه يقول لك الوقت المستقطع اتى بثماره من جانب اكاني فامي واوقف نزيف النقاط واسقط الخطا كان موجود. ادي امامنا الكوره تاني لاعداد شروق ضرب من ايه في مركز 6 لكن دفاع موجود، ترجع تاني سكند شانس للجمارك محاوله الاسقاط سهله، ايه الدفاع ادي الاعداد ايه مره اخرى ومحاوله الضرب بقوه ولكن دفاع كان حاضر في هذه اللقطه من ايتو ايستين، تاني محاوله الضرب لكن حق صد ولا اجمل، ثنائي نسائي مرعب مفيش حاجه هتعدي النهارده، ايضا شعار الثنائي في اللقطه الماضيه كاترينا سيلتشنكوفا وفريده العسقلاني
في الدفاع من على الشبكه بشكل اكثر من رائع. ادي امامنا ساره امين، قلنا احدى تدعيمات صفقه من الصفقات الحديثه في مطلع هذا الموسم، واخده دورها على ارض الملعب في بدايه احداث الشوط الثالث، ونهله سامح على البنش على دكه قلب الدفاع. تعدي سهله 6-2 افضليه اهلاويه. مريم ادي امامنا شروق ومحاوله الاسقاطه لكن بره الملعب، بره الملعب ما قدرتهاش صح، احساس اللمسه كان مفقود في محاوله الاسقاط، هي اختارت صح لكن التنفيذ هو اللي ما كانش باتقان وتقنيه عاليه في التعامل مع الاسقاط خلف البلوك اللي كان موجود في اللقطه الماضيه من امام فريده العسقلي. خطا مع الارسال، ارسال في الشبكه ونقطه هديه في جعبه النادي الاهلي. 7-3 افضليه اهلاويه في شوط حسم التاهل والعلامه الكامله بثلاث اشواط نظيفه في كل شوط، يبحث النادي الاهلي عن الوصول لنقطه رقم 9 بتسع اشواط نظيفه دون ان يفقد اي شوط في الجروب ستيج، وقلنا عين حمراء من البدايه بيظهرها لكل اللي جاي له وتحديدا السته اللي مكملين معاه في الكوارتر فاينل والادوار بقى المتقدمه والفرق الثقيله، مجمع البترولي الجزائري، النساء الرياضي كارتاج، الانابيب، السجون، ثنائي الكيني، الفرق الثقيله اللي موجوده في البطوله الافريقيه في نسخه هذا العام. 8-3 الوصول للفيرست تكنيكال تايم اوت، الوقت المستقطع الفني الاول في احداث الشوط الثالث بافضليه اهلاويه بفارق الخمس نقاط على ارض الملعب. ادي امامنا ايه والتعليمات بتركيز عالي، هدوء على ارض الملعب مهم ولكن الحفاظ على التركيز، رفع معدل التركيز وتقليل الاخطاء دايما مع النقاط الهامه والحاسمه، وده اللي ظهر يمكن في النقاط المهمه ما بعد السكند تكنيكال تايم اوت في احداث الشوط الثاني تحديدا. بالمناسبه انه النادي الاهلي في الدوري في نسخة هذا الموسم، موسم 2018-2019، متصدر وعنده كمان لقاءين مؤجلين أمام نادي الزمالك وأمام سموحة السكندري. طبعا كان الجولة الأخيرة بداعي السفر إلى صربيا ومعسكر الإعداد اللي كان أتى بثماره مع ثلاث مباريات كانت ودية متدرجة المستوى واستفاد بيها النادي الأهلي بشكل كبير جدا، ولسه بيدخل في أجواء البطولة. أدي أمامنا محاولة الإسقاط لكن حائط الصد كان موجود، تعدي ما تعديش، لا لسه الكوره، لسه الكوره ومحاوله الضرب هنا باريحيه لانه كان في نظر لحكم اللقاء، كانش في حائط صد موجود في اللقطه الماضيه. التخليصه هنا من مركز ثلاثه، حائط صد في محاوله فرديه لكن كانت متاخره من مريم متولي امام اوميه هيليام لاعبه صاحبه القميص رقم 2 صاحبه ال 22 عام متر 84 سم. دودو استن ارسال ونقطه في صالح الجمارك الناجي. على الارسال دودو ايستن عبر صاحبه القميص رقم 5 33 عام متر 80 سم، هذه البطله من متر 70 في الهواء مع السبايك. ادي الارسال شروق اعداد، ضرب سريع في محاوله لكن مقروءه من حائط الصد، تتلم تاني، ادي محاوله الضرب في حائط الصد الى داخل ملعب النادي الاهلي، النقطه رقم 6 في صالح الجمالك. ادي امامنا حائط الصد كان متاخر شويه، كان المفروض تضم ايديها وتقفل بشكل اكثر فعاليه مريم متولي من ناحيتها لما كانت موجوده الى جوار اي حد. ارسال في الشبكه، نقطه هديه في صالح النادي الاهلي. 9-6 افضليه اهلاويه بفرق 3 نقاط. 25-10 شوط اول، 25-19 شوط الثاني. زي ما بقول لكم ان النادي الاهلي متصدر الدوري ب 17 مباراه وعنده مباراتين مؤجلتين. سهيل وفيق نزول للمايسترو الثاني في تشكيله النادي الاهلي، المعد الموزع الثاني في تشكيله النادي الاهلي سهيل وفيق 19 عام لكن كبيره القيمه وبتنزل تغير وتحركاتها بتحير الحقيقه من افضل اللاعبات الموجودات في تشكيله النادي الاهلي. هنا الضرب، ادي امامنا الاعداد القصير والضرب من مركز ثلاثه، تخلص النقطه رقم 7 في صالح الجمارك لاعب امامنا ايوتو استينا. ادي اعداد ضرب سريع ولا اجمل ولا اجمل، لسه امامنا بنشوف اولى اللمسات واول اعداد يمكن للاعيبه سهيله وفيق، بتخلص اعداد قصير والضرب السريع من مريم متولي تاتي بالنقطه رقم 10 في صالح النادي الاهلي. ايضا النزول كان لمروه مجدي في تغيير كان حدث على ارض الملعب منذ لحظات، مروه مجدي صاحبه 22 عام اللي بتاخد دورها ايضا على ارض الملعب فيما بين تشكيله لاعبات النادي الاهلي. حصد ولا اجمل ولا اجمل، امامنا هنا مريم متولي والخروج او الصعود ببلوك عالي الجوده الى جوار اللي لسه بنتكلم عنها
مروه مجدي هنا امامنا في هذه اللقطه، بلوك عالي مفيش حاجه هتعدي النهارده من الثنائي الرائع اللي كان في اللقطه الماضيه والكره الاخيره. النقطه رقم 11 اهلا وإياه. السيبال امامنا الليبر، ادي امامنا اعداد خلفي، محاوله الاسقاط تتلم سهله، فرصه اعداد خلفي، محاوله الضرب ولكن تاني سكند شانس للنادي الاهلي، تعدي سهله. اعداد محاوله من مركز ثلاثه لكن رائع كان في اللقطه الماضيه من سهيله وفي محاوله الاسقاط في هذه اللقطه. مروه مجدي ترجع تاني، فرصه امامنا، تعدي سهله، سكند شانس، ادي امامنا سهيله، اعداد كاترينا سيلتشينكوفا، وفي حائط الصدي الى خارج حدود الملعب. رالي في التبادل فيما بين الفريقين، لكن دي بتبقى نقطه كبيره لانه ما بعد الرالي ده بيكون في صعوبه في التعامل لانها راحت وجت في اكتر من مره فيما بين الفريقين، وفي الاخير حسم الامر لصالح النادي الاهلي باعداد كان عالي من سهيله وفي، والتخليص كان من كاترينا سيلتشينكوفا. ادي الضرب خارج حدود الملعب، مفيش لمس، اذا النقطه اهلاويه. ادي الضرب من مركز ثلاثه وما كانش في لمس من اللاعيبه سهيله وفي، تخلص النقطة في صالح النادي الأهلي 13-7. أفضلية أهلاوية ما زالت، عادوا للأداء الاستثنائي والخيالي والعالي اللي بننتظره من لعبات النادي الأهلي واللي شفناه في أحداث الشوط الأول واللي غاب نسبيا في الشوط الثاني، لكن عادوا وقلنا تجربة مهمة النهاردة. أدي لمسة بلمحة فنية ولا أعلى. كاترينا سيلتشينكوفا النهاردة متجلية الحقيقة، بتقدم مستوى استثنائي وخيالي في الكثير من النقاط والكرات الحقيقة. تسقط الكرة بشكل فعال وتنجح في إيجاد النقطة رقم 14 في صالح النادي الأهلي. سارة إرسال أمامنا، تيجي بصعوبة، تعدي سهلة من المنطقة الدفاعية، ضرب تتلم أمامنا سهيلة، أدي الأعداد والضرب، حاط تصدي قلل من قوة الكرة، ترجع تاني أمامنا هنا، ضرب من المنطقة الدفاعية داخل الملعب، ما قدروهاش صح دفاعات النادي الأهلي في اللقطة الماضية. 14-8 ما زالت الأفضلية أهلوية على أرض الملعب في أحداث الشوط الثالث، قد يكون الأخير وإن شاء الله يكون الأخير يعني بالنسبة للنادي الأهلي إن حسم الأمر 3-0 دون عودة للجمارك في هذا الشوط. إرسال أوميه هليام، أدي الضرب من مركز 2 ولا أعلى الحقيقة، شكل أكثر من رائع من جانب مروة مجدي اللي بتاخد دورها ومكانها بدلا من أي حمدي في إراحة للاعيبة الأوبزيت الأساسية. أي حمدي طبعا ووجود قلنا صغيرة السن ولكن أيضا كبيرة القيمة، وكل لعبات النادي الأهلي كبيرات القيمة الحقيقة لأنه من كواليتي عالي نادر ما تلاقيهم في كتير من فرق الكرة الطائرة النسوية في مصر الحقيقة، كواليتي مختلف، لذلك تلاقوا في تعامل فني أعلى وتلاقوا في فرق في البطولات المحلية لصالح النادي الأهلي بشكل ملحوظ وكبير وواضح وصريح. يعني نادي أمامنا حائط الصد، لكن الكوره هنشوف امامنا هل كان في لمس لحد صد، تاتش بلوك، لعبتها ذكيه لعبة رقم 7 ايوتا استينا صاحبه 22 عام متر و70 سم اللي اتعاملت مع حائط الصد بشكل ايجابي. ادي محاوله الضرب السريع بامتياز الحقيقه، اعداد بكره حريريه من سهيله وفيق، والتقليص من فريد العسقلاني وكالعاده هنا امامنا، شغل تكتيكي عالي في التعامل مع الضرب السريع. الوصول لنقطه رقم 16 الوقت المستقطع الفني الثاني في احداث الشوط الثالث، الافضليه اهلاويه. الشوط الاول كان الشوط التكنيكال تايم اوتس الاول والثاني بافضليه اهلاويه، الشوط الثاني كان الوقت المستقطع الفني الاجباري الاول والثاني بافضليه للجمارك، وقلنا مين يضحك في الاخر لانه كان في تجربه تكتيكيه على ارض الملعب، لكن عادت لعبات النادي الاهلي بشكل رائع في النقاط الحاسمه ما بعد السكند تكنيكال تايم اوت في الشوط الثاني. وفي الشوط الثالث باريحيه النادي الاهلي متفوق، شوط اول ياتي بالوقت المستقطع الفني الاول، الوصول للنقطه رقم 8 اولا ومتفوق بافضليه مريحه كان بفارق 5 نقاط، وهنا ما زال متفوق 16-9 بفارق 7 نقاط موجود وليدر يعني في هذه المباراه الحقيقه بشكل رائع. اكاني فامي قليل الحيله امام النادي الاهلي، المدير الفني طبعا للجمارك النيجيري، حلول قد تكون قليلة أمام النادي الأهلي المرشح الأول للفوز باللقب، قلنا حامل اللقب أكثر من منتوب بهذه البطولة، ويعني الأمور مهيئة بشكل كبير إنه النادي الأهلي يكون حاضر في المباراة النهائية، وللنهائي كلام تاني. بس على الإرسال أمامنا مروة مجدي، 1.80 متر طول هذه البطلة، 2.75 متر في الهواء مع السبايك، 2.65 متر مع البلوك، آية وجودها مرة أخرى على أرض الملعب في هذه اللحظات. أمامنا جمهور لا يهدأ، أجواء أكثر من رائعة في صالة الأمير عبد الله فيصل بأهلي الجزيرة. مروة مجدي إرسال
ادي امامنا الاعداد الضرب في محاوله لكن حق الصد ولا اعلى هنا بشكل اكثر من رائع. فريد العسقلاني اصطياد بمثاليه الحشف امامنا هنا القراءه والارتقاء في التوقيت المثالي والتقفيل عالي الجوده من فريد العسقلاني تاتي بالنقطه رقم 17 في صالح النادي الاهلي. ارسال لكن تخطئ مع الارسال في هذه اللقطه مروه مجدي النقطه رقم 10 في صالح الجمارك الناجي 17 10 بفرق 7 نقاط ما زال متفوق النادي الاهلي على ارض الملعب. ارسال امامنا اكيدا فيما سيسكا 23 عام هذه البطله متر و78 سنتي طول هذه البطله. شروق والعوده من جديد على حساب سهيل وفي تعود من جديد المايسترو الاساسي الموزع الاساسي في النادي الاهلي شروق محمد فؤاد. استقبال كاترينا ادي الاعداد وتخليصها ولا اجمل ولا اجمل امامنا هنا الضرب السريع جابتها بصعوبه لكن حطتها يعني مقشراها الحقيقه للاعيبه امامنا هنا فريده العسقلاني اللي بتخلص النقطه رقم 18 في صالح النادي الاهلي. يعود للتشكيله يمكن الاساسيه على ارض الملعب باستثناء اعتقد مريم مصطفى هي اللي ما رجعتش كليبرو اساسي في تشكيله النادي الاهلي. يعود حمدي الصافي للتشكيله الاساسيه بوجود كل البطلات اللي يعني ابتدوا وايضا الاهلي سامح لسه على البنش بوجود ساره على ارض الملعب طبعا ساره امين. 19 10 وقت المستقطع هنشوف امامنا اعتقد وقت مستقطع الثاني اللي بيحصل عليه المدير الفني للجمارك النيجيري اكاني فاميو. قلنا انه يعني قليل الحيله وما عندوش افكار يقدر من خلالها انه يطوعها مع ادواته او اللعبات الموجودات على ارض الملعب علشان يقدر ان هو يجابه النادي الاهلي بشكل اكبر. بيفكر في دور ربع نهائي ممكن المتصدر للمجموعه الرابعه اعتقد هيكون في مواجهه امام المجمع البترولي الجزائري اللي قلنا تفوق النهارده في اطار مباريات اليوم الخامس والاخير في اطار الدور الاول دور المجموعات 3 لشيء على نكومبا الاوغندي وتصدر مجموعته المجمع البترولي الجزائري ولا يكون في مواجهه امام الجمارك في اطار الدور ربع النهائي. نفكر في المباراه المباراه هتكون مباراه صعبه بالتاكيد على اكاني فامي ولعبات الجمارك في اطار الدور ربع النهائي ونتمنى طبعا افضليه عربيه نتمنى ان يكون النصف النهائي كله عربي خالص لكن في الاخير نتمنى اللقب اهلاوي وده الاهم. ارسال خاطئ هنا من كاترينا سيلتشينكوفا اللاعبه الاوكرانيه نقطه هديه في صالح كاستمز او الجمارك النيجيري 19 11 افضليه مريحه افضليه مريحه. ادي امامنا هنا كابتن حمد الصافي من خلفه ايمن فؤاد كابتن محمد مجدي توفيق بيبو. ارسال امامنا استقبال بصعوبه كان في اللقطه الماضيه ندى وليد تعدي سهله فرصه امامنا ادي الاعداد والضرب صد موجود لكن الضرب القطري كان مثالي في اللقطه الماضيه الحقيقه تخلص النقطه وهنا امامنا مطالبه بانه الكره لم تلامس السايد لاين او الخط الجانبي للملعب. هنشوف امامنا هي لمست في الحد الاعلى للشبكه واعتقد كان في لمس للسايد لاين او الخط الجانبي لملعب المباراه. هنشوف امامنا هل احتسبت في صالح اعتقد احتسبت في صالح الجمارك النيجيري بقرار سيادي من حكم اللقاء الرئيسي. اذا فعلا النقطه للجمارك النيجيري. جالميت اولدي لاعبه رقم 3 تلعب ارسال محاوله الضرب من مركز 4 هنا امامنا ساره امين ترجع تاني سكند شانس فرصه امامنا ايه حمدي الضرب في حائط الصد لكن تتلم هتعدي سهل فرصة جديدة شوف امامنا اعتقد كان في حمل للكرة بالفعل اشارة حكم اللقاء الرئيس تؤكد انه كان هناك حمل للكرة وخطأ فني في التعامل من جانب اللاعبة اسيرة برسيليا صاحبة ال 41 عام اللي كانت موجودة على ارض الملعب واللي كان هناك خطأ في التعامل في اللقطة الماضية والكرة الاخيرة. 20 12 افضلية اهلاوية على ارض الملعب على بعد 5 نقاط من حسم او تاكيد بقى تذكره العبور للدور ربع النهائي بالعلامه الكامله زي ما قلنا في 3 مباريات حسم يعني اكلينيكيا المباراه انتهت قبل ان تنتهي فعليا الحقيقه على ارض الملعب مساله وقت وبعض النقاط تعدي سهله سنشنكوفا امامنا اعداد قصير والضرب السريع وكالعاده المتالقه وبزياده الحقيقه مريم متولي الارتقاء لاعلى والتعامل بشكل مثالي والاعداد عالي وعالي كان في اللقطه الماضيه من اللاعبه شروق محمد فؤاد اللي قلنا خدت دورها من جديد على ارض الملعب بقى. كموزع اساسي بدلا من سهيلة وفيق اللي نزلت لبعض الفترات طبعا 19 عام لسه سهيلة وفيق لكن زي ما قلنا صغيره السن وكبيره القيمه وعندها كتير مستقبل للنادي الاهلي. كوره هتعدي سهله من المنطقه الدفاعيه تتلم لكن
استقبالها كان سلبي للغاية، وخلاص لمسة رابعة كمان موجودة. إذن النقطة أهلوية، النقطة رقم 22 في صالح النادي الأهلي. 22-12 تفوق كبير. الشوط الثاني زي ما كان الحال في الشوط الأول أو الشوط الثالث، الشوط الأول الأفضلية أهلوية، الشوط الثاني يمكن اللي كان فيه منافسة أكبر من الجمارك، ولكن خلاص كابتن حمدي الصافي قدر إن هو يعود بذهن لاعبات النادي الأهلي للمستوى الطبيعي مطلوب المرغوب فيه على أرض الملعب. دفاع منخفض ولا أعلى من ندى وليد، أدي الضرب بداون ذا لاين، لكن في محاولة دفاعية ما تقدرش تتعامل معاها مع قوة الضرب في اللقطة الماضية. أعتقد سارة أمين هي اللي خلصت الكرة دي. أدي أمامنا سارة من مركز أربعة تضرب بداون ذا لاين وضرب في مركز واحد ولا تقدر تعمل معاها أي حاجة. لوبي كيريه. 23-12 نقطتين يفصلها النادي الأهلي عن العلامة الكاملة. قلنا أقل فريق لعب عدد دقايق في الجولة الأولى والثانية لأنه خلص مبارياته بشكل سهل وسلس الحقيقة في مباراة الجولة الأولى والثانية، وكمان هو أكتر فريق كسب نقاط في فرق النقاط اللي أنجزها واللي يعني كسبت أمامه. هو أكتر فريق عامل فرق بالموجب من النقاط المنجزة داخل الأشواط في كل المباريات. النقطة رقم 24 للتخليص، وكالعادة اللعب السريع النهاردة على كيف الحقيقة، على كيف على كيف، لأنه حائط الصد سلبي من دفاعات الجمارك والضرب السريع موجودة النهاردة. مريم متولي بأداء خيالي واستثنائي في الكثير من الكرات، والعين على شروق محمد فؤاد أو حتى سهيلة لما كانت موجودة على أرض ملعب. كرة هتعدي سهلة، فرصة أمامنا للنادي الأهلي لحسم نقطة الشوط والمباراة. لا ما قدرتش تتعامل معاها، هتعدي سهلة هنا أمامنا سكند شانس للجمارك، محاولة للضرب خارج الملعب، خارج الملعب، خارج الملعب. إذن النقطة رقم 25 في جعبة النادي الأهلي. 25-13 الشوط الثالث، بعد 25-10 اللي هي الشوط الأول، و 25-20 أو 25-19 كان في الشوط الثاني. يحسم الأمر هنا أمامنا. لا لسه لسه فاضل نقطة، لسه نقطة، لسه نقطة. أدي أمامنا الكورة 25 أو 24-14، لسه نقطة. وأدي أمامنا كاترينا سلتشينكوفا في محاولة تاني، حائط صد ولا أعلى. لسه بنتكلم عن مريم متولي اللي عاملة شغل استثنائي وخيالي في الضرب السريع من مركز ثلاثة، كمان حائط صد فردي عالي الجودة كان حاضر من مريم متولي. يحسم الأمر 25-14 الشوط الثالث، 25-10 قلنا كان في الشوط الأول، و 25-19 الشوط اللي كان فيه منافسة أكبر من الجمارك، ولكن الأهلي بقوة جمهوره وبفكره العالي من الكابتن حمدي الصافي ولاعبات النادي الأهلي علامة كاملة في الدور الأول، دور المجموعات بثلاث مباريات دون أن يفقد أي شوط يحسم المركز الأول في هذه المجموعة. ختم اللقاء، شكرا لكم، تحياتي في الأخير محمد عفيفي، نلتقي بإذن الله في مباراة قادمة على خير. بعد الفاصل نعود مع الكابتن خالد العوضي وضيوفه محللين الكرام.